السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحد الأخ من جيجل سموه فؤاد راح يرسل لنا فيديو وراح عنده مشكل. تفضلوا معايا غادي نشوفوا المشكل تاعه وإن شاء الله بإذن الله نسيو باش نعطوه الحل اللي لازم يديره ولا شو هما الحلول ولا شهية لابان اكزاكتمون ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ ميلود راني فؤاد من جيجل. لا بريمير دي شوز يا خويا نشكرك على اي حاجه راك تقدمها للانسان دي سي. حبيت نعطيك برك الموتور تاعي، حبيت نوريه لك ونعطيك كلكو بروبليم رونكونتري جورون السيركوي تاعي. البروبليم اللي عندي الاول انه كي نكون ماشي بطونوبيل ونكون في عقبه ولا الحق طلعه الحق 3 ميل تور بار مينيت تخرج لي انجيكسيون ديفايونت، جيتي اوبليجي ديغرادي ولا ويشعل لي ستوب. وكي نكون في البلاو يكون التير مليح ميم شوز، ما تعديليش 90 100 بالدرع. وعندك كي نفورسي هاد ديفوا في الطلعه هكذا نفورسي نشم ريحه مازوت هكذا في جواه الكابو. ودوكا راني صورت لك شويه الكاسكيليا داريه للجيال والتيربو، وماذا بك تفيدنا بالحلول ان شاء الله يكونوا عندك وبارك الله فيك مسبقا. يعطيك الصحه. الاخ فؤاد راه عنده مشكل مين يكون في عقبة ولا يكون اون روت ويلحقها 3 ميل تور بار مينوت راهي تشعل له انجيكسيون ديفانت. لازم احترف ذكراعه عاد باش تروح له، وتاني هادي الانجيكسيون ديفانت تخرج له في البلا مين يعصر مين يعصر ولا في العقبة تاني مين يعصر. حكينا وحكينا باللي يا خوتي اللوطو مين تلحق 3 ميل تور بار مينوت وتعصر صافي 3 ميل تور بار مينوت راك في 120 حتى 130 وتعصر. هنا سيتان بروبليم دانجيكسيون، ماشي بروبليم تاع تيربو، ماشي بروبليم تاع لوجيار، ماشي بروبليم تاع الريح، نو نو سيتان بروبليم دانجيكسيون. زدنا تعمقنا وبار اكسبيريونس عرفنا باللي ديفا انجيكسيون ديفايونت انجيكسيون ديفايونت راهي تجينا من زوج صوالح. الاولى راهي تجينا توجور نروحو نفيريفو لو روتور تاع لي زانجيكتور، لازم نديرو لو تيست تاع لي زانجيكتور نشوفو لا كونتيتي تاع الغازوال اللي راهي تخرج من الروتور تاع لي زانجيكتور 1 2 3 اي 4 لا كانوا شابين والروتور تاعهم شباب. سينو لما تعرفش ديها عند بومبيس هو يفيريفي لك الروتور تاع لي زانجيكتور تاعك. لا كانوا ملاح هنا نروحو البارتي نيميرو 2 واللي هي لا بومب. خوتي نعرفوا اي حاجه عندها ان دوري دفي، اي حاجه اي حاجه اي ميطال اي ماده عندها ان دوري دفي. هاد لا دوري دفي ميم توشي لا بومب ميم توشي لي زانجيكتور. صح نقعدو اون سي جامي لقينا الروتور قوي بزاف في لي زانجيكتور. هنا مشكل تاع لا فالف اوبليجي تتعاود، بالك تلقى في زوج تاع لي زانجيكتور، بالك تلقى في ثلاثه تاع لي زانجيكتور. كل ما تكسيليري كل ما الروتور يقوى كل ما لا بريسيون في الـ في الـ في الـ في لا رومب تنقص. نعطيك مثال 3 ميل تور بار مينوت، 3 ميل تور بار مينوت، في 3 ميل تور بار مينوت لو كان نديرو سكانر ولا لا فاليز تعطينا اون بريسيون دو 900 ا 1100 بار. هادي تعطيها لنا لا بومب. مي لو كان يكون الروتور تاع لي زانجيكتور قوي، لو كان يكون الروتور تاع لي زانجيكتور قوي هنا غادي يطيح لنا هذا البريسيون، غادي تلقاها 500 600 حتى 700. هنا شايله لا ميموار تعطينا ايرور باللي
il y a un manque de pression fait la rampe. Il y a un manque de pression fait la rampe. Ça y est, mais si c'est bien la pompe, c'est bien le retour des injecteurs. C'est parce que c'est la logique. Quand on a un absou, quand on a le pissage, quand on a un retour, il y a une pression sur la rampe. Supposons qu'on a les injecteurs chabins. Le retour des injecteurs. هنا نروحوا لا بومب نديروا لها ان تيست على الاكستيريور افيك ان ريغولاتور دو بريسيون على الاكستيريور نورمالمون مين نديروا ان ريغولاتور على الاكستيريور هذاك المانول حول القهوي لكم تهضروا عليه مين نديروه على الاكستيريور ونوضوا يعطينا سيون دو من 900 ل 1050 بار من 900 ل 1050 بار اللي عطاها لنا هذه البومبا راهي مليحة لاطاك تحت 900 بار 800 700 بار 600 بار لا بومب دوا شونجي لازم تبدل لا بومب باش نقول لك ريباريها انا ما نهضرش على ريباراسيون باسكو كل ولاية وكيفاش راهم يريبارو مي انا جت كونساي بور لا شونجي لا il faut changer لا بومب اش بي هنا عطيتك مختصر المفيد ان شاء الله وان شاء الله تكون ديت الحل وكاش حاجه ولا حاجه اتصل بينا ولا نحن نعطوك الريجيمي اي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.